السلام عليكم، مع وصفات مواليتكم وصفة أخرى بالروز. دائما مع وصفات سريعة للخدامات، ما عندكش الوقت حبيتي وصفة على السريع. اليوم راح نديرو الروز بالمركز. إذا أول حاجة عندي هنا الروز بسمتي، درت الماء يغلي، ندلو كمية تاع الملح، وندير كمية تاع الروز على حساب. نتوما راح نطيبو، ندير كمية تاع الروز ونخليه يغلي حتى يطيب تماما. إذا نخلطو شوية حتى يطيب تماما، نصفيه ونعاود نرجع لكم. بعد ما طاب لي الروز، ها هو معانا، صفيته، شللتو حاجة قليلة من ما بارد. واش راح نحتاجو معاه؟ راح نحتاج معاه هنايا كمية تاع المركز، كمية قطعتها صغير وحبيبات خليتهم طوال هكذا باش نزينو بهم الوجه تاع الروز تاعنا. عندي هنايا بصلة مقطعة رقيق، حبيبة تاع فلفل خضر طرشي الحلو مقطع رقيق، اللي يحب الحار طبيعة الحال تقدري ديري الحار. هنا عندي حبيبة تاع طوماطيش مقطعة مربعات، والزيت طبيعة الحال. ونبداو بالطريقة مع التوابل. نبداو الطريقة، المقلاة تاعي راهي تسخن، ندير كمية تاع الزيت، ما نكترش الزيت لأنو نعرفو أنو المركز كيجي شوية ميدم، إذا ما تكتريش بزاف الزيت في المرحلة الأولى. وندير هذاك البصل يتقلى لنا مليح حتى يطيب. بعد ما طاب لي شوية هذاك البصل نص طياب، نزيد معاه هذاك الفلفل الأخضر هكذا باش يدبالو مع بعض. بعد ما دبالو لي، ندير هذاك المركز اللي كنت مقطعتو هكذا باش يطلق البنة تاعو ويطيب. يعني في المرحلة الأولى ديري حاجة قليلة فقط تاع الزيت، يعني شوفي تقريبا مكاش كامل الزيت، لأنو نعرفو أنو المركز يطلق لي دم شوية. إذا نطيبهم مليح، نقليهم مع بعض. من بعد واش ندير؟ نديرهم شوية توابل، ندير مغرفة صغيرة تاع فلفل عكري الحلو، اللي يحب الماء الحار طبيعة الحال يديرو الحار. عندي هنايا شوية تاع فلفل الكحل، وعندي شوية تاع المعدنوس مقطع رقيق. إذا نقلي كلش مليح. ندلهم شوية تاع الملح، هكذا باش راح نديرو واحد لاصوص قليلة باش يتشرب فيها هذاك الرز. إذا نقليهم مليح. لما تقلاو لي شوية، نزيد عليهم هذيك الحبيبة تاع الطوماطيش هكذا باش تطلق الماء تاعها. بعد ما تقلى لي كلش مليح، نضيف عليهم حوالي، مثلا هنا راح ندير بالتقريب نص كاس تاع الماء، ونخليهم يغلو حوالي 5 دقائق حتى يتجانسونا كامل المقادير اللي درناهم. اذا نغطيهم ونخليهم يغلو شويه ونرجع لهم. بعد ما غلاو لي مليح، ها هو معنا. اذا بقات لنا شويه تاع لاصوص، يعني ما تخلوهش ينشف مليح مليح، هذيك لاصوص خاثره. من بعد ندير كميه تاع الرز، يعني اللي حبيتيها حسب افراد العائله. ونخلط كل شيء مع بعض، احس الروز هذا كيتشرب البنه تاع المركز، يجي رائع ما يجيش مزيت. اذا ها هو معنا الروز تاعنا واجد، يعاود يسخن هذاك الروز. الروز تاعنا راه واجد، اذا نطفي عليه او سخن مليح، شرب لنا التتبيله تاع يعني لاصوص تاع المركز، نطفي عليها. وانا راح نقلي هذوك الحبيبات تاع المركز اللي عندي. هذه تدبيره ربما وحده فيكم ما تكونش تعرفها، ولا انا ندير المركز تاعي بارد في بارد، ونغطيه ونخليه يطيب. اذا نغطيه هكذا باش ما يطلقناش الزيت وما يوسخلش كامل الدنيا. الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي الروز بالمركز، هاي معنا يعني من ضمن سلسله الوصفات السريعه السهله اللي راح تساعد بزاف ناس يتبعوني. نتمنى انكم تجربوها، اكيد راح تنال اعجابكم والتدبيره تاع المركز كيفاش نطيبوه. اذا جربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى